صباح اليوم الثلاثاء حادثة مروعة على مستوى المنطقة الصناعية أنزاب أكادير، نجم عنها إلى حدود الساعة 3 وفيات وإصابة 26 آخرين من بينهم إصابتهم بليغة. الحادثون نجم عن انقلاب حافلة كانت تقل العاملات إلى وحدة لتصبير السمك قبل أن تزيغ الحافلة عن مسارها وتنقلب بمنحدر أنزا بسبب مشاكل في الفرامل. جثامين الضحايا نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأكد الجرحى للاستفادة من العلاج، وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع. الحادثة خلقت حالة استنفار قصوى بعد حوادث مماثلة، من ضمنها حادثة عاملات منطقة أي تعميرة ضواحي أكادير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.